اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هل تعاني من النحافة الشديدة؟ إليك مجموعة نصائح لزيادة الوزن. الكثير من الناس يبحث عن إنقاص وزنه للحصول على الجسد المثالي الذي يريده الجميع، ويبدو لنا أن العملية المعاكسة أي زيادة وزننا هي النتيجة الطبيعية والتي يجب علينا مقاومتها، فهي تأتي بسهولة عكس عملية إنقاص الوزن. طبعاً الأمر ليس بهذه البساطة، فنحن يجب أن نميز بين عملية اكتساب الكيلوغرامات الزائدة عشوائياً وبين الزيادة الكلية في وزن الجسم بالشكل الذي يحافظ على تناسق مظهرنا العام. هذا بالطبع يحتاج إلى الصبر والممارسة الطويلة للحصول على المطلوب، وفيما يلي أهم الخطوات التي يمكننا من خلالها زيادة وزننا بالشكل الأمثل دون الإضرار بجسدنا. النصيحة الأولى: العمل على رفع معدل السعرات الحرارية المكتسبة يومياً إلى أكثر من 2500 سعرة، وذلك بالتركيز على تناول عدد من الأطعمة العالية الطاقة مثل البقول والحبوب واللحوم والخبز والأرز والفواكه المجففة والمكسرات والجزر والخس والسبانخ والقرع والباذنجان واللحوم الحمراء وزيت الزيتون ومنتجات الألبان. وما يجب علينا أن نبتعد عنه هو الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة. النصيحة الثانية: زيادة عدد الوجبات الغذائية في اليوم، فالغالبية العظمى تتناول 3 وجبات من الطعام يومياً، وعلى من يريد تحقيق زيادة في الوزن العمل على رفع العدد إلى 6 وجبات يومياً، حيث إن تناول الطعام كل 3 إلى 4 ساعات يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة في الجسم. النصيحة الثالثة: إن الجسم بحاجة إلى البروتين جنباً إلى جنب مع السعرات الحرارية لتحقيق الوزن بزيادة الكتلة العضلية على حساب الدهون والكوليسترول، ويتم ذلك بالتغذية على البيض والأسماك ولحوم الدجاج والبقوليات ومنتجات الألبان. النصيحة الرابعة: إن مفهوم الدهون قد يبعدنا عنها بشكل كامل، لكن يجب أن نعلم أن جسمنا بحاجة إلى الدهون الصحية من أجل زيادة الوزن بالتناسب مع الكتلة العضلية والتخلص من الدهون الضارة. نحصل على الدهون الصحية عن طريق تغذيتنا على المكسرات والخضار الورقية والسالمون وزيت الكتان. النصيحة الخامسة: قد يحتاج ما سبق إلى بعض المدعمات الغذائية والمكملات الغنية، حيث يمكننا الاعتماد على بروتين مصل اللبن بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى من الحليب الكامل الدسم والفاصوليا والعدس والفواكه والخضار والحبوب والزيوت الطبيعية والحلويات الصحية. النصيحة السادسة: لابد لنا من ممارسة رياضات كمال الأجسام مع اليوغا الخفيفة، حيث إننا بتمرين الكتلة العضلية نساهم بزيادة كميتها جنبا إلى جنب مع اتباع النظام الغذائي المتكامل. تعمل التمرينات على تحقيق التحويل السريع للغذاء المتناول إلى عضل، بالإضافة إلى تخليص الجسم من الكتلة الشحمية الضارة. النصيحة السابعة:
تعد مراقبة التقدم والنتائج بشكل أسبوعي أمر ضروري في مجال زيادة الوزن، حيث يمكنك التعديل على الأنظمة والعادات المتبعة حتى تصل إلى الزيادة المطلوبة، ثم معرفة الأمور التي تبقي على الوزن ثابتاً، أي أنك ستتعرف بشكل دقيق على طريقة استجابة الجسد للعادات المتبعة. النصيحة الثامنة: لا تجعل نفسك تصل إلى مرحلة الإجهاد والتعب، وحاول تحقيق الاسترخاء المستمر والدائم بالابتعاد عن التوتر والحصول على حمام دافئ أو سماع الموسيقى الهادئة وحتى الرقص على أنغامها مع ممارسة اليوغا والتأمل والتدرب على تقنية التنفس. 4 عدات شهيق ثم 2 عدات احتفاظ بالنفس ثم 8 عدات زفير. النصيحة التاسعة: تأكد من حصولك على الوقت الكافي والمناسب من النوم، فالإنسان بحاجة إلى 8 ساعات من النوم يومياً، مع عدم إهمال ساعات منتصف الليل والساعات الأولى من اليوم الجديد لأهميتها في عملية النمو والنوم الجيد. النصيحة العاشرة: حافظ على تركيزك وصبرك، فاكتساب الوزن أصعب من التخلص منه. لا تحبط نفسك بوضعك لأهداف غير واقعية وغير مناسبة لحالتك. قسم الأهداف إلى أجزاء مع إعطاء كل جزء زمنه الكافي، وستبقى محافظا على حماستك وإصرارك. وانتبه إلى أن الزيادة يفضل أن تكون تدريجية وببطء، فلا تسعى إلى تحقيق الوزن بسرعة، فهذا أمر قد تكون له نتائج سلبية على جسدك. وفي حال بقاء الوزن منخفضا وعدم استجابة الجسم لأي من الخطوات السابقة، فقد يكون هذا مؤشرا ذو دلالات خطيرة على وجود بعض الأمراض التي قد تكون خفية، ونذكر منها فرط الدرق، السرطان، السل، الإيدز، أمراض الكلى، نقص الإنزيم الهاضم، الوراثة، والاكتئاب. كانت هذه جولتنا مع مجموعة من النصائح الهامة لزيادة الوزن، قدمناها لكم من قناة الساحر. اكتبوا لنا في التعليقات ما هي النصائح التي توصون بها لزيادة وزن من يعاني من النحافة الشديدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.